كل سنة وحضراتكم بألف خير وبألف سلام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ويمكن النهاردة طبعا احنا كلنا أجازة، فبنحتفل بهذه الذكرى الجميلة جدا جدا جدا، فبنقول لكل الأمة الإسلامية كل سنة وأنتم طيبين. والحقيقة إنه دار الإفتاء المصرية قالت إنه في العديد والعديد من الدروس المستفادة من هذه الذكرى، وأبرزها إن الصبر نصف الإيمان، وإن احنا نمتلك العزة والكرامة ونتحلى بجهاد النفس والأداب والأخلاق والدفاع عن الحق ونصرة المظلوم، وغيرها طبعا من الدروس المستفادة والأخلاق الحميدة التي يجب طبعا أن نقتدي بها من رسولنا الكريم. وطبعا يعني كل دي صفات جميلة لازم نعلمها لأطفالنا وأولادنا علشان خاطر يبقى عندهم صفات جميلة يبدأوا أنهم يتعاملوا بها مع بعض، ولما يكبروا يتعاملوا بها في المجتمع، ويبقى دايما كده مجتمعنا يبقى في أخلاق حلوة وناس طيبة ويسود الحب والسلام والمحبة. فكل سنة وإنتم طيبين.